صح، ما رحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناة برميقان. اليوم إن شاء الله غادي نتعلم باش نحطو مقاس على القماش. أول حاجة كنقادو التوب، باش نفصلو على التوب كنحطو كنتنيو على أربعة. كنشوفو الطول، دائما كنشوفو الطول والعرض، يعني طول الفستان والعرض ديال الجلايل. أنا مثلا بغيت جلايل 40 سنتيمتر، هذا متني على اثنان. 40 سنتيمتر في جوج يعني خاصني يعني 80، خاصني نعبر 80، نعبر من هنايا لهنا 80 سنتيمتر، يعني من تحت حتى لهنايا 80 سنتيمتر. من جاتني 80 سنتيمتر هي اللي غادي نبني عليها توب باش تعطيني 40 في الجلايل. ممكن ندير 82، يعني ممكن ندير 82 ونثني التوب. المهم ناخذ هذا ونثنيتو على اثنان، حيت كما كتشوفو ثنيتو على اثنان. ملي ثنيتو على اثنان خليت هاد الطرف، هاو كما كتشوفو خليت هاد الطرف، هاد الطرف اللي بقى ليا هو فاش غادي ندير الاكمام. ما نجيش نثنيتها هنايا على جوج، غادي نضيع الثوب، يعني ناخذ غير جلايل 40 سنتيمتر، غنثنيه على أربعة، حتى قد هنايا، حتى هنايا، حتى هنا، يعني حتى هنا، هنايا عندي 80 سنتيمتر، دابا غادي نثني على اثنان، غيولي عندي 40 سنتيمتر، بحال هاكا، نتمنى يكون واضح. ومن هنايا شوفو كما كتشوفو، عندي هاد، بحال هاكا، هاد البليات. خاصني نقاد التوب مزيان بحال هكا. نسيت ما قلت لكم استعملوا الفنيتات اللي تستعملهم. بالنسبه للمبتدئات يستعملوا الفنيت بحال هكا، ندخل هكا بحال هكا هنايا، كيساعدني انني كنحط التوب، حيت المبتدئات غيبقى المشكل في الطويه ديال التوب بحال هكا. يعني نمشي بالفنايت حتى يعني الدبابيس حتى الاسفل، هذا كيساعد من هاد الجهه، يعني تلقاو المشكل في هاد الجهه، من هاد الجهه والجهه الاخرى من هنا. تخيلوا هذا كاين داك الجهه مثلا بحال هكا، انا غنصايبو حيت جهه الكاميرا يعني صعيب عليا انا نمشي نقاد من هنا، غادي نقاد من هنا يعني بحال هكا، من هنايا نقاد داك الجهه، هو متني على اثنان وانا كندير فنايت حتى لتحت. نتمنى يكون واضح، يعني بحال هكا نمشي الفنايت الدبابيس حتى لتحت. بعد ما ثنيتو على اثنان بمساعدة الدبابيس غنثني دابا على أربعة، شو كيساعدني أنه يثبت الثوب. دابا نثني على أربعة، واحد اثنان، يعني هذا جوج هو كما كتشوفو جوج، وهذا ثلاثة أربعة. نتمنى يكون واضح ليكم، يعني مبغيتش وحدة تلقى مشكل في تاني الثوب. ندير بحال هكا او ندير بحال هكا، شد من هنايا من هاد البلاصه ديال الفنيته وكنسخر الثوب لهي، ها هو كما كتشوف كنبقى نقادو من هنايا، كنبقى هذا باقي على اثنان كما كتشوفوا باقي على اثنان، من بعد نثني على أربعة، وها هو الثوب اللي شاط ليا، ها هو كما كتشوف الثوب شاط ليا هذا على واحد، غندير به ان شاء الله اكمام. اذا كان اكثر هكا بغيتي جلابه دير به القب والاكمام. شل الدبابيس كيساعدني انه بيتثبت الثوب. صافي بعد ما ثنيتو على أربعة نقلبو لهاد الشيء بلاتي شل يبان لي اكثر باش يبان لكم حتى نتوما. بعد ما ثنيتو على أربعة على هاد الشكل نسخر بحال هكا، شو لقيتو شي بليات سخر بحال هكا قادو بيديكم، اهم حاجه هو تقادي الثوب باش ما يكونش الخلف قصر من الامام ولا يكون عندك مشكل، يعني الامام مختلف على الخلف. دائما كنقادو بحال هكا، حنا هكا كنديرو، يعني الخياطات هكا كيديروها ولكن كيديروها بسرعة، يعني كندير معاكم شوية باش تفهمو أكثر. بحال هكا كنشوف هنايا كنحس، يعني إذا كنت لقيت هنايا شي تاني بحال هكا، يعني واحد تاني كنلقى واحد شي حاجة يعني متماسكة غليظة، يعني شي حاجة قاصحة بحال هكا، كنعاود نثني التوب نقادو بحال هكا نبدا من جديد ونجبد التوب عندي، يعني مثلا كنت هكا كنجبد التوب من هنايا. نتمنى يكون واضح، بحال هكا بحال كنسوسو كنسوسو هاي كنسوسو باش يمشي، الا ما كانش الدبابيس كيمشي لهاد الجهه، ها هو كما كتشوفوا سستو وجات هاد الثانيه، يعني كنحيد الدبابيس بحال هكا، نبغي شي وحده يكون عندها مشكل مازال، يعني كلشي هضرت عليه. بحال هكا كنحط الدبابيس كنسوسو، شوف كنسوسو بحال هكا وكيمشي ليا العيب كيجي ليا لهنا،
وكنثبت صافي. لما لقيتش يعني شي عيب ولا مشكل صافي كنثني. الحطه ديال الثوم ضروريه تكون مزيان. دابا ثنيتو هنا اربعه كما كتشوفوا، مشيت لكم بشويه باش تفهموا. كنشوف واش عندي المقاس اللي بغيت، ضروري كنتاكد. كنمشي هنايا عندي 40 سنتيمتر كما كتشوفوا، 40 سنتيمتر انايا عندي 40، عندي 42 هنا، عندي 42 وغادي نحاول نقاد مزيان. كندير لكم الاخطاء باش تفهموا. ويكون عندي نفس المسافه، هانتوما كما كتشوفوا هنا يكون عندي 40، كنمشي للوسط 40 سنتيمتر، كنمشي لتحت تحت يعني كنشوف لتحت حتى هو خصو يكون عندي كنقاد مزيان. كنشوف واش عندي 40 سنتيمتر، هاهو كما كتشوفوا 40 سنتيمتر، يعني 4.5 بحال هكا، 40.5 مزيان ولا 41 مزيان بحال هكا. ان شاء الله ما يكونش عندكم مشكل في الثوم. ثاني حاجه نهضر عليها، كلشي نهضر على الثوم. شتي هاد العيب، هذا راه هذا ما خصناش نفصلو عليه. شتي هادو الخيوطه بحال هكا، هاد الخيوطه كنقطعهم منقص ونقاد الثوم ديالي. ها هو نقطعو معاكم، هذا من احسن تحيد. واحد تقيبات هنا اللي ندير ليها زوم، ها هما كاين هنا ما كنفصلوش عليها، باش نتوما تكونوا يعني مرتاحين كمبتدئات، تكونوا مرتاحين من الاحسن تقصوا. نقص كاين اللي كيخلي مثلا هذه سنتيم وكيفصلها، من بعد ملي كيقطع تقويره والكتاف كيكون يعني كتحيد، ملي كنحيد تقويرات الخلف وكنحيد نطيح الكتاف صافي راه كتحيد. ولكن نتوما كمبتدئين من الاحسن تحيدوها، نزولوها. انا دابا زولتها شي هكا، ممكن يمشي حتى للاسفل. نوريها لكم، شتو يعني هذا عيب، هذا كيكون مشكل في الثوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.